اكتر حاجه بتواجهي فيها صعوبه لما بتحاولي تتفاهمي مع الاجيال الاصغر منك او الاجيال الاكبر منك؟ يعني عامه الاجيال الاصغر مننا دي فدي مصيبه والاكبر مننا فاكيد احنا مش هنعرف يعني نتعامل مع الاكبر مننا، اكيد مش هنقاوح مع الاكبر مننا. يعني ازاي بتشوفي التفاهم بين الاجيال المختلفه في عيلتك او في شغل؟ في الشغل هيبقى في فرق، لكن في البيت ما فيش فرق، لان في البيت انا مثلا زي والدي، والدي زي والده، فبيحاولوا ان هم يورثوا العادات لبعض علشان يفضل برضه الاحترام سايد ما بين الطبقات كلها. لكن في الشغل انت مش جاي مثلا عشان اعلمك، مش ففي فرق اللي هو ممكن الفرق ده يبقى ظاهر في الشغل، لكن في البيت لا مش هيظهر. ايه الخطوات اللي ممكن نعملها عشان نبني جسر تواصل بين الاجيال المختلفه؟ المفروض يكون في حوار بين الناس وبعضيها، الصغيرين لازم نكون نراقبهم مش نسيبهم كده. المفروض الكبار يكونوا معانا اكتر، ما يكونوش انفصلوا بالعالم لوحدهم، اللي هو لا لازم يشوفوا ويتعلموا مننا، واحنا المفروض بدورنا نعلمهم ونكون معاهم. وسائل التواصل الاجتماعي بتساعد ولا بتعقد التفاهم بين الاجيال؟ بتقرب وبتعرف الناس على ثقافات جديده وبتعرف الناس على بعض. بتحس الفرق بين تفكيرك وبين تفكير ابنك او اخوك الصغير؟ ايوه اكيد، يعني بحس يعني انا تفكيري كل دلوقتي عشان في جامعه وكده، ففي محاضراتي ومستقبلي وكده، اما هو تفكير عيل صغير فكون كل تفكيره في العاب وجيمز، فيديو جيمز والكلام ده كله.